بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس رقم 16 سنتطرق إلى كيفية ربط ملف داتا بايز الخاص بالأكسس ربطه مع الدلفي. إذن هذا هو ملف أكسس. ما بصدوني الاسم قاعدة البيانات هي في هذه تمثل مجموعة الحقول إذن سنقوم بربط هذا الملف مع الدالفي عن طريق مكون ادو كونكشن. في الدرس السابق قمنا بربطه مع ملف إكسل، الآن سنقوم بربطه مع ملف أكسس. إذن كل ما نحتاجه في هذا الدرس هو مكونان ادو كونكشن وادو تابل، اثنان فقط، زائد المكون دي بي جريد. الضغط مرتين على هذا المكون ادو كونكشن تنبثق لنا هذه النافذة. نضغط على World ثم نذهب إلى Furnisher، نقوم باختيار هذا المزود، مزود الخدمة، وهو الذي يقوم بربط الأكسس مع الدلفي رقم 2، ثم Connection. هنا نقوم بوضع المسار الكلي لملف قاعدة البيانات الموجودة هنا. إذن هذا هو المسار وهذا هو ملف قاعدة البيانات. الآن سنقوم بإغلاق هذا الملف. إذن هذا هو المسار زائد اسم الملف كامل مع اللاحقة. ثم نقوم بتستر، يقولون بأن الربط محقق أو ناجح، ثم أوكي، ثم أوكي. الآن نذهب إلى هنا Connected، نقوم بتنشيط المكون. الآن أصبح ادو كونكشن ناشط. ثم ادو تابل، نذهب إلى كونكشن، نقوم بربطه مع ادو كونكشن، أي نقوم بربط ادو تابل مع ادو كونكشن. ثم اسم table name، أي اسم قاعدة البيانات أو اسم الجدول. ثم نقوم بتنشيط active true، إعطائه القيمة true أي ناشط. الآن قام بإحضار جميع الحقول الموجودة في الأكسس. إذن هذه مجموعة الحقول. الآن الربط أصبح محقق. هنا نقوم بربطه DBGrade مع Data Source الخاصة به و Data Set مع ادو تاب. ادو تابل الآن نقوم بتشغيل البرنامج. إذن قام بمناداة قاعدة البيانات الخاصة بالأكسس.
إذن الأمر بسيط جدا. الآن نقوم بإعادة كيفية ربط أدو كونكشن. نقوم بالضغط مرتين ثم تنبثق لنا هذه النافذة. نقوم بالضغط هنا بويل ثم فورنيسور. نقوم باختيار مزود الخدمة مايكروسوفت أوفيس 12 ثم كونكشن. نقوم بإحضار أو نسخ المسار الكلي. هذا هو المسار الكلي، نقوم بنسخه هنا في هذا سورس دو دومي تيست. يقول بأن العملية ناجحة. أوكي أوكي أوكي. ثم نذهب إلى هنا لتنشيطه كونكتد، أصبح ناشطا. ثم أدو تابل، نقوم بربطه مع أدو كونكشن. ثم تيبل نايم، إعطاء الاسم. ثم نقوم بتنشيط. الآن المكون دي جريد، نقوم بربطه مع داتا سورس الخاصة به. ثم داتا سات، نقوم بربطها مع أدو تابل. إذن هذا كل ما في هذا الأمر بما يخص ربط أدو كونكشن مع ملف أكسس. الربط ناجح. هذا كل ما في هذا الدرس رقم 16. سلام.